عايزين كلمة لحضرتك يعني أعضاء الجمعية العمومية تطمنهم على اللي جاي. أنا بالنسبة لي أعضاء الجمعية العمومية يعني مش إن أنا أطمنهم، يعني إحنا داخلين عشان نخدم حضراتكم، بس أما بنقول نخدم حضراتكم إحنا محتاجين حضراتكم تبقوا قادرين وإحنا بنخدمكم تبقوا قادرين تتخيلوا المشاكل اللي كنتوا فيها، فبحيث تدونا إحنا كمان إيه نوع من أنواع إيه زي ما نقول إيه إن أنا أبقى مبسوط وأنا بخدمك، إنما مش على طول تقعد تقول لي وتنتقد، لأن النهاردة مثلا يعني عمر ما هيبقى فيه إن ما بنسميه مثلا التلوث السمعي، إنك أنت قاعد في النادي جاي أنت وأسرتك مبسوط 24 رات وولادك وعايز تقعد في النادي وتتكلم مع أصحابك وزملائك، أنت بتقعد تسمع ميكروفون 4 ساعات. فافتكر الحاجات دي وافتكر احنا ان شاء الله ناويين ونيتنا نعمل لك ايه. لما تفتكر مصيف مرسى مطروح افتكر احنا ناويين نعمل لك ايه، لان ده في البلان بتاعتنا، في البلان بتاعتنا ان يبقى في مصيف لاعضاء نادي الزمالك يليق بهم. وفي نفس الوقت النهارده المصيف كله من يوم ما قلنا يلا مرسى مطروح ما حصلش فيه تجديدات سواء في الكبر او التوسع او بتاع. احنا عندنا طموح ان احنا نعمل اكتر من مكان، مش بالضرورة داخل مرسى مطروح، ان يبقى عند عضو الجمعية العمومية اكثر من مكان يقدر يصيف فيه، وكلها اماكن محترمة تقدروا تبقوا مبسوطين وانتوا داخل. فلا احنا عندنا طموحات كتير لهذا العضو المحترم عضو الجمعية العمومية، ساعدونا ان احنا نحققها لكم عن طريق اختيار القائمة الموحدة ان شاء الله. بس حاجة أخيرة مهمة بالنسبة للأعضاء والناس كتير سألوا عليها الفترة اللي فاتت، بشكل سريع عشان وقت حضرتك، بالنسبة لفرع أكتوبر هل هيكون في خطوات سريعة في خلال مثلا سنة من استلام المجلس عمله أن يكون في بعض الإنشاءات اللي بيتم إنجازها؟ احنا فرع أكتوبر ده بقاله أكتر من 20 سنة صح؟ زي الفرع وتلم فلوس فيه من أكثر برضو من سنة متعاقبة، كل ده جميل جدا. احنا وعدنا ان احنا في خلال 18 شهر هنطلع بالمرحلة الأولى، بس اللي بقوله في 18 شهر ايه، لابد ان احنا نعرف ما هي الشركة اللي احنا تعاقدنا معاها وايه البلان وايه المخطط الهندسي. وعشان كده برضو معانا المهندس هشام نصر، هو فاهم موضوع ده كويس جدا جدا جدا، بس اول ما هنشوف ده يعني اللي اقدر اوعد بيه على طول كده 18 شهر مرحله اولى منذ ان يبقى العقد ده احنا وافقنا عليه.